تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. وصل على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب، وسلم على الأحباب.